برا ولم هاجر كان اللي جايلك من باكر قلبي ورا البحر الهادر عيني ورا القمر الليلة 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 كنا في منك كل
اشتريناك وين منهم ده في المضاجع
ربنا إلينا وسلطانك مالوش إلينا والسجن يا ربنا إلينا وسلطانك مالوش إلينا والسجن يا ربنا إلينا شايف شايف وسلطانك Thank you.
انا عايز اشكر حد امبارح جاب لنا الماكيت ده وهو عليه صوره هشام وهو فتحي وهو رسام جميل جدا. لا احنا كده مش باينين، الورا مش باين. استنى يا عم، انت على الصوره عاملين اللي مكان جوه على الصوره مش يمين. أشكر كل اللي تعب واجتهد وضيع وقته ومجهوده عشان المعرض ده يطلع وحلم هشام يتحقق اللي كان عمره طول عمره بيحلم بيه. وأكيد هشام دلوقتي معانا وحوالينا وحاسس بكل اللي اتعمل وأصحابه تعبوا وعملوا علشان، وأنا بشكرهم واحد واحد. شعوري إن حلم ابني بيتحقق اللي طول عمره كان اللي طول عمره بيحلم بيه ونفسه فيه بيتحقق، وعلى ايد صحابه كمان. كان شعوره ما يتوصفش، زي ما يكون فرح هشام وبجهز لفرح هشام. الله يك يا حبيبي، الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك. انا عارفه ان انت مبسوط وفرحان، وكفايه ان كل الناس دي بتحبك وكل اصحابك دول اتجمعوا علشانك. الله يرحمك، انت كنت صح يا هشام، وكنت صح يا حبيب. الله يرحمك يا حبيبي، انت كنت رسام الشهداء وبقيت واحد من الشهداء، وانت طلبت الشهاده يا هشام ربنا نولها لك. الله يرحمك يا حبيب. انا النهارده حاسس ان انا اسعد انسان في الدنيا. انا حسيت ان ابني روحه معانا وموجود معانا وشايف كل حاجه وحاسس بروحه حوالينه. وبصراحه انا بشكر كل اصحاب هشام اللي ساهموا في اخراج العمل الجميل ده بصراحه، وعلى راسهم الاخ العزيز زيزو عبده، وان ده مش حاجه غريبه عليه لان كان هشام بيعتبره الاب الروحي ليه يعني، وكان منتظر من زيزو اكتر من كده كمان. لكن انا والله راضي، انا راضي على كل اللي عمله زيزو، وبجد انا بشكره وبشكر كل اللي عمل وتعب في المعرض عشان يظهر معرض هشام رزق للنور. وده طبعا حاجه جميله ان هشام ده كان حلمه، والحمد لله حلمه اتحقق باذن الله الحمد لله. وان انا مبسوط بكده جدا يعني، وانا حاسس ان انا في منتهى السعاده بصراحه. هشام انا بقول لكل شهيد ان دمك مش هيروح هدر، دم الشهداء اللي ماتوا في 25 يناير مش هيروح هدر، وحقهم ان شاء الله جاي مهما طال الزمن، حق الشهداء هيرجع. وده كان حلم هشام برضو، وكان دايما بيتكلم على حق الشهداء، وانا كمان بتكلم على حق الشهداء. والشهيد عند ربنا حي ان شاء الله، وانا احتسب ابني من الشهداء يا رب ان شاء الله. هو في الحقيقة كان الذكرى السنوية الأولى حاولنا تكون ذكرى مختلفة شوية، الحزن على الفراق، ولكن أعتقد لو هشام كان عايش وسطينا كان حلمه يتعمل له معرض للوحات الفنية. عملنا معرض للفوتوغرافيا لأهم صوره، فيلم وثائقي بيوثق حياته منذ صغره لغاية وفاته. اليومين كانوا مبهرين لينا كأصدقائه وكأسرته، الحشد اللي جه والناس اللي حضرت الفقرات وشافت الفيلم الوثائقي وشافت جزء مهم جدا من فن البانتومايم اللي هشام رزق في الحقيقه كان عامل فرقه اسمها سكالانس، هو وصديقه مصطفى جمال، وقدموا عرضين مهمين جدا في الفن ميدان. حصل النهارده الفن ده، المعرض بآراء الناس كان كويس، واعتقد ان احنا ممكن نكرره في السنه اللي بعدها. في الحقيقه كل اللي ما كانش عارف هشام رزق عرفوا عن طريق لوحاته وعرفوا عن طريق صوره، وقد ايه كانوا مبسوطين بيه ومبهرين من الشخصيه ديت، وبقوا اصحابه
بعد المعرض. مخرج الفيلم في الحقيقه هو حد صحفي اسمه احمد الشيخ، ما يعرفش هشام رزق، وهو بيشتغل فيلم جالي قال لي جمله واحده بس، قال لي هو فعلا تاجر البساطه، وانا حاسس بعد ما اشتغلت الربع ساعه ديت اللي انا عارفه بقالي فتره كبيره جدا. هشام كان بسيط جدا، وكانت ابتسامته بتلم الناس حواليه، وناس كتير كانت بتحبه واكترهم ما كانوش يعرفوه.